بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية إخواني وأخواتي، أقدم لكم سلام وتحيات الأخوة، خصوصا الأخ الدكتور علي الأكري وبقية الأخوة الذين يبحثون في سجون الظل والطغيان، وسلام المشايخ سماحة الشيخ زهير، سماحة الشيخ علي المستشير، سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ الناشط الحقوقي، الأخوة كافة الأخوة من كافة المناطق أبلغوني وكلفوني أن أقدم لكم السلام والتحية، ويقبلون أقدامكم. وإن كان هناك أمر يستحق الفرح والسرور والغبطة، فإن هرمون الثورة لا زال نشط في هذا الشعب الحيوي بعد 4 سنوات، ونحن في السنة الخامسة، ولا زال هذا الشعب قويا ومتماسكا وثابتا ومطالبا بحقوقه المشروعة. ومن يعتقد أن ثورتنا هذه مثل الحركات المطلبية السابقة فإنه واهم، لأنه في قعر السجون لم نقبل بالاعتداء على الحرائر، فكانت الثورة من داخل السجن وفي عقر داخل السجون، وكانت ثورة السجناء في داخل السجن احتجاجا. سوف لن أذهب في تفاصيل هذا الموضوع، لأنه سوف يخصص موضوع متكامل بعد أن أطلع على ما طرحته الصحف والجرائد، حتى نكون موضوعيين أكثر، وأن يكون ردنا موضوعيا على ما أوردته الصحف حول الأحداث التي سمعتموها في ما حدث في سجن جو في قبل تقريبا شهر ونصف. الأخوة في داخل السجن على الرغم من القبضة الأمنية وعلى الرغم من تطبيق الأحكام العرفية داخل السجن إلى هذا اليوم، إلا أن النفوس عالية والأرواح عالية والأعناق مشرب إلى الحرية، وتأبى أن تكون هناك وضوح. وإن كانت هناك أحكام عرفية فاقت ما حدثت فيما يسمى بالسلامة الوطنية، إلا أن الأخوة الآن يرفضون. ولو حدث أيضا اعتداء سواء على الحرائر في خارج السجن أو داخل السجن فإنه سوف يكون الرد بما حدث. نحن لن نذهب في تفاصيل، كما ذكرت هناك أمور لا بد من إيضاحها ما لنا وما علينا، ولكن سوف يكون في الأيام القادمة. الغريب في الأمر
أنه وبعد ما أقرته توصيات بسيوني وبعد تشكيل وحدة التحقيق الخاصة وبعد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبعد تشكيل مفتشية السجون وبعد تشكيل وزارة حقوق الإنسان وبعد تشكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومجلس الشورى إلا أننا لم نراهم ولم يتخذوا أي قرار وما حضر سوى ممثلو الهلال والصليب الأحمر ولم يتم تغيير أي شيء ولا حد الآن أتحدث عن مبنى 10 الذي يعتبر هو من السجون التي يمارس فيها التعذيب والانتهاكات على المشايخ وعلى الأساتذة وعلى الشباب. لم نرى واحدا من هذه المؤسسات وهذا ما يؤكد عدم جدية النظام في اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية، ولذلك فإن أي إصلاحات ترقية سوف لن تكون مقبولة، وإنما ما يكون ما نطالب به هو ما نطالب بهذا الشعب وما هو مشروع في الأمم المتحدة من حق تقرير المصير، فهو حق للشعب أن يقرر مصيره بعد هذه الانتهاكات، لأن هناك لدينا دماء شهداء ولدينا معاقين ولدينا معذبين ولدينا مشايخ يهانون ولدينا ولا يمكن أن نساوم على حلول ترقيعية، ومن يقبل بالحلول الترقيعية فإنه سوف يكون مرفوضا من هذا الشعب. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد. أخواني وأخواتي، لا أريد أن أطيل عليكم، نحن لابد أن نلتزم بسلميتنا كما عرفنا في بداية هذه الحركة، وكما بدأنا لابد أن نكون كذلك، لأن هذه الحركة السلمية هي التي أجبرت أصدقاء هذا النظام أن يقفوا معنا وأن يطالبوا بحقوقنا، ونحن لا نضع كل اعتمادنا على هذه المنظمات، إلا أنها وبالرغم أنها صديقة لهذا النظام إلا أنها وقفت مع هذا الشعب وأقرت ما يطالب به الشعب وأقرت بمظلومية هذا الشعب. فنحن نراهن على هذا الشعب وما يقوم به من أمور سلمية ومطلبية مشروعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أرواح الشهداء هي التي أجبرت أصدقاء هذا النظام أن يقفوا معنا وأن يطالبوا بحقوقنا، ونحن لا نضع كل اعتمادنا على هذه المنظمات إلا أنها وبالرغم أنها صديقة لهذا النظام إلا أنها وقفت مع هذا الشعب وأقرت ما يطالب به الشعب وأقرت بمظلومية هذا الشعب. فنحن نراهن على هذا الشعب وما يقوم به من أمور سلمية ومطلبية مشروعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار وإلى أسرانا وإلى مرضانا وإلى المصابين جميعا ندعو لهم بالشفاء العاجل بحق صاحب العصر والزمان.